السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم دائما وابدا من هنا من قناة الريان ومع برنامج ترحيب اليومي. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة، بنتناول مواضيع تنموية وخدمية متنوعة إلى جانب مواكبة الفعاليات والأنشطة في الدولة. نعم، وفي البداية نتابع مقتطفات من خطاب الثبات والعزة والكرامة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أشاد فيه بروح التضامن والتآلف في وقوف الشعب القطري من مواطنين ومن مقيمين، كما أشاد بالمستوى الأخلاقي الرفيع الذي برز في ظل أزمة الحصار. وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله. لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر، وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها، وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما، حيث أذهلوا العالم بحفاظهم على المستوى الراقي في مقاربة الأوضاع، على الرغم مما تعرضوا له من تحريض غير مسبوق في النبرة والمفردات والمساس بالمحرمات، وحصار غير مسبوق أيضا في العلاقات بين دولنا. كان هذا امتحانا أخلاقيا حقيقيا، وقد حقق مجتمعنا فيه نجاحا باهرا، إذ أثبتنا أنه ثمة أصول ومبادئ وأعراف نراعيها حتى في زمن الخلاف والصراع، وذلك لأننا نحترم أنفسنا قبل كل شيء. وأدعو الجميع إلى الاستمرار على هذا النهج وعدم الانزلاق إلى ما لا يليق بنا وبمبادئنا وقيمنا. كما أعرب صاحب السمو عن خالص تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، وثمن جميع الجهود الدولية، وأكد على احترام سيادة كل دولة وإرادتها دون الإملاءات من طرف على طرف. الأخوات والأخوة، نحن نثمن عاليا جهود الوساطة التي يقوم بها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والتي دعمتها قطر منذ البداية. وهذه فرصة أن أعبر عن شكري مرة أخرى لما قام ويقوم به، ونأمل أن تكلل جهوده المباركة بالنجاح، كما نقدر المساندة الأمريكية لهذه الوساطة، وكذلك المواقف البناءة لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا عموما وروسيا. ولا يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقع بيننا والمباشرة في تنفيذها، وأن أشكرها على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية. كما أشكر كل من فتح لنا أجواءه ومياهه الإقليمية حين أغلقها الأشقاء. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين: أولاً، أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، وثانياً، أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع. ونحن جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة في هذا الإطار. وفي الشق الاقتصادي، شد سمو أمير البلاد المفدى على اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار في إطار بناء الاقتصاد الوطني. سبق أن وجهت عدة مرات لاتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، ولكن في هذه المرحلة لم يعد هذا مسألة رفاهية، بل أصبح أمرا ملزما ومحتما علينا، ولا مجال للتهاون فيه. وهذه مسؤوليتنا جميعا، حكومة ورجال أعمال. لقد ساعدتنا هذه الأزمة في تشخيص النواقص والعثرات أمام تحديد شخصية قطر الوطنية السياسية والاقتصادية المستقلة، وفي اتخاذ القرار بالتغلب على هذه العقبات وتجاوزها. وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة، لأقول لكم إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها. نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل
والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. وهذه ليست مجرد أماني وأحلام، فأهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي يظهرها القطريون في هذه الأزمة، بحيث لا تكون موجة حماس عابرة بل أساسا لمزيد من الوعي في بناء الوطن. إن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية من حيث الفرص التي أتاحتها، ليس فقط للبناء بل أيضا لسد النواقص وتصحيح الأخطاء. ونحن كما تعلمون لا نخشى من تشخيص الخطأ وتصحيحه. لقد وجهت الحكومة للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية، بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي المطلوب وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار في إطار بناء الاقتصاد الوطني والاستثمار في التنمية ولا سيما التنمية البشرية. كما وجهت بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة التي أنعم بها الله علينا للاستثمار من أجل الأجيال القادمة. فقد عاشت قطر برخاء حتى الآن من دونها. وقد وجهت أيضا بالعمل على الساحة الدولية لتعميق التعاون الثنائي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين قطر والدول الأخرى. من جهة أخرى، عقدت بعثة المراقبة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا حول زيارتها إلى الدولة ونتائج لقاءاتها مع المتضررين من الحصار. تفاصيل أكثر نشوفها في هذا التقرير. أجرت بعثة منظمة إيفدي الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمؤلفة من 20 عضواً بينهم قضاة ومحامون وحقوقيون وصحفيون وأخصائيون نفسيون يمثلون شخصيات أوروبية وعربية مستقلة في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً ناقشت فيه خلاصة زيارتها إلى قطر ونتائج اللقاءات مع المتضررين من الحصار. مثل هذه البعثة اللي جاءت أو بعثة هيومن رايتس واتش السابقة اللي جاءت أو بعثة منظمة العفو الدولية اللي جاءت أيضا، وهي بنفسها هذه المنظمات لما حضرت لقطر وثقت بنفسها الانتهاكات، يعني هذا وجاءت نتائج تقاريرهم. وهذه منظمات كلها دولية كبيرة ومستقلة ومعروفة، جاءت يعني تقاريرهم مطابقة لما كانت تقول اللجنة من البداية، وهذا يزيدنا صدقا ويزيد من مصداقية تقارير اللجنة. وهذه كلها توثيق وتبني الأرضية الصلبة للمطالبة إن شاء الله للمرحلة القادمة لرفع الضرر عن اللي انتهكت حقوقهم من العائلات طبعا والأفراد، وكذلك يمكن يفيدنا مستقبلا في ملف التعويضات بإذن الله تعالى. وخلال اللقاء الصحفي أكد أعضاء بعثة المنظمة الدولية أنهم يسعون إلى تحقيق أهداف عدة، منها الوقوف عن كثب على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي قد تسببت بها الحصار على المواطنين والمقيمين في قطر. كان زيارة مثمرة، ما استمعنا إليه كان جد جد مؤسف من حالات غير إنسانية على الإطلاق التي بلغ وصلت إليها مجموعة من العائلات التي تم التفريق بين أعضائها. هناك بعض الحالات طلبة الذين يتأسفون عن ضياع مستقبلهم لأنهم لم يتمكنوا من اجتياز يعني امتحاناتهم. هذه حالات ما كانوا تسجل يعني استياءنا ومسجل يعني رفضنا وشجبنا لها بكل تأكيد. وطلبنا ونجدد الطلب لدول الحصار أن تعمل منطق الحكمة وأن ترجع الوضع إلى ما هو عليه. هناك مجموعة خطوات دولية ننوي القيام بها ونتدارس في قضايا أخرى، وهناك مجموعة فريق عمل قانوني يدرس كل خطوات والسبل التي ممكن أن تدفع إلى الحل حلال. وفي ختام المؤتمر الصحفي أكدت البعثة على وجود انتهاكات غير إنسانية تعرضت لها دولة قطر من قبل دول الحصار، لافتا عزمها التحرك إقليميا ودوليا لرفع القضايا التي رصدتها البعثة إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية الدولية.
وفي إطار الفعاليات المستمرة لتدشين جداريات تميم المجد من قبل المواطنين والمقيمين، شهدت كتارة تدشين جدارية من قبل الجالية اللبنانية، ومن هنا نتابع هذا التقرير. تعبيرا منها عن التقدير والوفاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قامت الجالية اللبنانية المقيمة في قطر بتدشين جدارية تميم المجد، وذلك خلال لقاء الجالية التضامني الذي جرى في كتارة. نحن اليوم هذه الوقفة التضامنية مع قطر هي شيء بسيط من شيء كثير كبير لازم نقدمه لقطر، وفاء للجميل لجميل الاستضافة وللكرم والعز اللي شفناه بهذا البلد. اليوم هذه يعني قطرة صغيرة من قطرات ناويين نرد فيها الجميل. احنا كلنا سوا عائلة واحدة بقطر، دعينا لهالموضوع هذا لأنه قلبا وقالبا اللبنانيين متضامنين مع قطر. نحن حبينا نترجم هالشيء وبنقول اللبنانيين متضامنين مع قطر أينما كان، مش بس بقطر، لكن كجالية مقيمة في قطر حبينا نحن نقوم بهذه الفعالية في قطارة. وما تدشين هذه الجداريات من قبل المقيمين إلا انعكاسا للشعور الوطني الذي يتشارك به كل من يعيش فوق هذه الأرض الطيبة، وللصفاف الوطني ضد الحصار صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة. رسالة شكر للمقيمين وأيضا للمواطنين على هذه الوقفة الصادقة مع بلدهم ومع قيادتهم الرشيدة. نعم، ولا هي بغريبة على أخواننا في الجالية اللبنانية ولا أبداً. جميع الجاليات اللي موجودة في قطر. صحيح. وأصلت حافلة طواف قطر كلنا تميم المجد مسيرتها عبر مختلف مناطق الدولة، وقد توقفت الحافلة مساء الجمعة في سوق واقف حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للتوقيع على كتاب العزة والولاء الذي تحمله الحافلة. رحلة حافلة طواف قطر كلنا تميم المجد وصلت إلى سوق واقف، حيث وفرت لها إدارة السوق ساحة مناسبة لتجمع الجمهور، وقد توافد المواطنون والمقيمون للتعبير عن التضامن والولاء للوطن وقيادته الرشيدة من خلال التوقيع على كتاب العزة والولاء الموجود على متن الحافلة. وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها مركز البرثة للتراث ومركز شباب الذخيرة بهدف إتاحة الفرصة لفئات المجتمع في مختلف أنحاء الدولة للتوقيع في هذا الكتاب بعبارات الولاء والانتماء والتضامن التي عبر عنها مجتمعنا في مواجهة الحصار الظالم الذي تتعرض له دولتنا الحبيبة. ففكرنا اليوم أن احنا نسوق واقف مع الويكند، فما شاء الله ما توقعنا أن يكون الإقبال بهالحجم، يعني عشان عامل الجو هذه. فكل يوم احنا عندنا مرحلة، ما شاء الله الإقبال هنا أكثر من المولات الثانية. وكانت حافلة طواف قطر كلنا تميم المجد قد انطلقت من منطقة الذخيرة لتجوب مختلف المناطق والإدارات والمؤسسات والأماكن العامة، حيث تلقى هذه المبادرة إقبالا كبيرا وتجاوبا من الجمهور في مختلف المحطات التي تزورها كتعبير عن مستوى الحب والولاء الذي يحمله هذا الشعب لوطنه وقيادته الرشيدة. وفي إطار متصل وتأييدا ودعما للقيادة الرشيدة ورفضا للحصار، دشن نادي قطر الرياضي أطول رسالة حب وشكر في مول قطر. نعم، يأتي ذلك التدشين لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لتسجيل عبارات الشكر والحب والوفاء لتميم المجد، وتجديدا للولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. في
مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، لازلنا مستمرين معكم ولكن بعد هذا الفاصل. أعلنت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن إطلاق مبادرة اكتفاء التي تستهدف المزارع المحلية الغير منتجة والتي تزيد نسبتها عن 80% لتشجيعها على الإنتاج. نعم، وللمزيد عن هذه المبادرة معنا في الاستديو السيد النوبي سالم المري، رئيس القطاع الزراعي بشركة حصاد الغذائية. أبو سالم، سعداء بتواجدك معنا في قناة الريان وكذلك في برنامج ترحيب. يا مرحبا بكم ويشرفني الحضور معكم. الله حياك الله يا أبو سالم. احنا نبغى في البداية نتكلم عن طبيعة مبادرة اكتفاء اللي أطلقتوها، وش معنى أهميتها يعني في هذا الوقت؟ اكتفاء هي مبادرة تستهدف المزارع المحلية غير المنتجة، نعم، واللي تمثل حوالي 80% من المزارع المرخصة في الدوحة. نعم. لذلك تعزيزا للأمن الغذائي وتشجيعا لأصحاب المزارع غير المنتجة تم إطلاق هذه المبادرة، والهدف منها تقديم خدمات لهم وتقديم الدعم التقني على أسس تجارية واضحة، نعم، وبيع إنتاجهم في السوق وإعادة تسويقه. نعم، أنتم شكلتوا لجنة بهذا الخصوص والاستقبال كذلك الطلبات للمزارع غير المنتجة، هل حصل تغيير في الموضوع أو كم عدد الطلبات أيضا التي قدمت للجنة؟ شركة حصاد شكلت لجنة داخلية هدفها هو استقبال الطلبات وفرزها على أسس ومعايير واضحة. حلو. والهدف منها كذلك في النهاية هو تحديد الشرائح أو المزارع اللي يتم استهدافها والتواصل معها. نعم نعم. طيب أبو سالم، احنا نبغى نعرف، نبغى تكتسب في الموضوع ده اكثر، نبغى على اساس توصل المعلومه للمشاهدين او لاصحاب المزارع. في المبادره نفسها قدمتوا دعم مطلوب للمزارعين المحليين الغير منتجين، يعني اللي غير منتج قدمتوا له دعم، يعني هل المقصود منه ادخل السوق؟ نعم، احنا بعد طلعنا على بعض البيانات اكتشفنا ان 80% من المزارع الموجوده غير منتجه. جلسنا مع المزارعين واكتشفنا يعني من خلال كلام المزارعين انهم يفتقرون لبعض الخدمات اللي لو وفرت لهم بامكانهم بعدين هم يدخلون المجال الزراعي. من خلال الجلوس مع الناس واطلاع ارائهم تم وضع خدمات معينه بالامكان انها تخدمهم وتخليهم يدخلون الانتاج. مزارعهم غير منتجه تدخل الانتاج. فكانت الخدمات تنقسم حوالي 4 إلى 5 خدمات رئيسية. أولها اللي هو تقديم دراسات الجدوى لهم، وذلك لتقديمها للجهات المعنية للحصول على دعم مالي من الجهات المعنية، وكذلك في حالة رغبتهم في بناء البيوت المحمية. الخدمة الثانية كانت اللي هي مدخلات الإنتاج. فحنا قدمنا لهم مدخلات الإنتاج بدفع مؤجل 90 يوم، بحيث أن المزارع نفسه يزرع وينتج ويبيع قبل ما يكون الدفع يدفع مدخلات الإنتاج. بيض الله وجهك. الخدمة الثالثة، بعض الناس يقول لك أنا عندي عمال وعندي الأرض لكن أنا ما عندي المشرف الزراعي المؤهل أو ما أعرف أختار المشرف الزراعي المؤهل، فحنا نقدم للإشراف الزراعي، نرسل من عندنا خبراء ومهندسين زراعيين بالإمكان أنهم يشرفون على العمال ويشرفون على الزراعة. بيض الله وجهكم. ووجهك. ما قصرتوا. يعني أي أحد عنده مزرعة حتى يعني مهوب مستفيد منها أو مخليها كذا يقدر يمر عليكم. هي الخدمات صممت على أساس أن يكون للناس يعني يكون كل شيء متوفر له، ما عليه أنه يطلب الخدمات هذه ويقول هذه الأرض عندي وأنا أبغى أدخل الإنتاج الزراعي. الخدمة الرابعة. نعم. اللي هي التعاقد على شراء محصولة على أسس تجارية واضحة. ثم إعادة تسويق المنتج هذا وبيعه تحصل على أفضل عائد للمزارع. هذا من عندكم أنتم؟ نعم. الله يجزاكم خير. وياك.
الخدمة الأخيرة في خدمات أخرى مثل الخدمات اللوجستية، يعني إمكان إحنا نوصل إنتاجه للسوق أو نبعثه. نعم، أنا أتوقع أن هذا الدعم دعم واضح فعلاً يا حمد وكبير. أولاً يقدمون جميع الخدمات لأصحاب المزارع المنتجة وكذلك من المحاصيل، إضافة إلى ذلك يشترون المحصول في نهاية الحصاد ويتم أيضاً بيعه للمواطنين، وبهذا نكون ندعم السوق الغذائي واحتياجات الغذاء بالنسبة للمواطنين. أتوقع أن هذا عمل كبير نشكركم عليه بالنسبة لما قدم من خلال هذه اللجنة وأيضا من خلال حصاد. ولكن هل هناك شروط معينة لاستقبال الطلبات؟ هل هناك مساحة أيضا معينة مطلوبة من المزارع اللي تقدم للإنتاج؟ والله إحنا حددنا في المرحلة الأولى 60 هكتار. الهدف من 60 هكتار نحن نستطيع نحن خلال سنة، هذه المرحلة الأولى تستمر تمتد لمدة سنة، الهدف منها أنها عادة 60 هكتار حوالي 600 ألف متر مربع تقريبا. نعم، الهدف منها اللي هو أنك تقييم التجربة نفسها وتحسينها عشان نقدم خدمات أفضل للمزارعين. لذلك حددنا كل ما كانت المساحة محدودة كل ما قدرتوا تبدعون أنتوا في الإنتاج أو حتى في أنكم تقدمون الخدمة لصاحب المزارع. نحن حددنا أن 60 هكتار هذه بتجيب حوالي 5000 طن، بتدعم الإنتاج المحلي بحوالي 5000 طن سنوي. احنا كم قلنا بس المساحه لو سمحت؟ 6000. 60 هكتار. 60 هكتار ب 6000 متر؟ 60000 متر مربع. 600000 متر مربع. 600000 المساحه كبيره جدا يعني. اي والله ما قصروا سالم. بس 600000 طبعا من يمتلك مزرعه بي 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 بهذا الحجم؟ هذا اللي نتكلم عنه احنا، 600000 مربع او 60000 مربع. هي الحجم الكلي 600000 متر مربع. طبعا احنا راح نحاول في 600000 مربع نستقطب اكبر عدد ممكن من الشرائح، مساحه كبيره من المزارعين. فالمساحة حن طبعا هذه المرحلة الأولى، حن نستهدف أكثر من ذلك في المراحل القادمة. حن نتكلم عن 80% مزارع غير منتجة. هذا حجم كبير جدا. إيه هم حاسبينها بشكل عام 80% من مساحة اللي عندهم مزارع الزراعة في قطر. 80% عجل لو 20% بعد يكملونها ويدخلون أو حتى يشاركون معكم ممكن يتواصلون معكم في حصاد. هم العشرين في المية الموجودين هم منتجين، لكن 20% منتجين 20% منتجين، لكن 80% غير منتجين. حين هدفنا الشريحة هذه 80% ندخلهم مع 20% ونزيد نسبة المزارع المنتجة والموجودة في القطاع الزراعي. 5000 طن في المرحلة الأولى أعتقد أنها يعني مناسبة على الأقل في المرحلة الأولى عشان نقيمها. 5000 طن رقم كبير. مش الله يوفقك. نعم لا بالعكس سالم، انت عندك مواطنين عمال مقيمين، ترى العدد لا انا معك بس الاكتفاء يبغون يوصلون للاكتفاء الذاتي. صحيح، بس انا برجع لجزئيه 600000 متر مربع، هل هذه تشمل مجموع المزارع ولا مزرعه واحده؟ مجموع المزارع. مجموع المزارع. نعم، يمكن هذه بس نقطه الاشكاليه. نعم، فيها ان 600000 متر مربع اتوقع انها مساحه كبيره وممكن. نعم، توفر ايضا للغذاء ومن هنا يكون هناك امن غذائي بهذا. نعم، الجانب الزراعي. نعم، في مزارع موجوده فيها الحجم هذا، ولكن احنا حددنا الحجم الكلي بحيث احنا ناخذ من كل مزرعه مساحة معينة عشان نحاول احنا نغطي اكبر. يكون في توازن ممكن بعد بين كل اصحاب المزارع، يعني مثلا بالنسبة لمزرعتي او مزرعة سالم يكون ما قصرت انت لا معي ولا مع سالم، يكون بالتساوي. نعم صحيح، وكذلك عشان تقييم التجربة المفروض احنا ناخذ اكبر شريحة ممكنة في 60 هكتار هذه عشان نقدر احنا نقيم التجربة. من ناحية ايش التقييم؟ هل هو من ناحية الانتاج او من ناحية نجاح هذا الدعم؟ تقييم التجربة ككل، يعني من ناحية الخدمات المقدمة. ممكن بعض الناس يقول لك أنا محتاج خدمة زيادة أو الخدمة هذه أنا ما محتاجها. وكذلك نشوف الإنتاج وطريقة العمل نفسها، هل بالإمكان حن نقتصر على بعض طرق العمل أو نحسنها عشان يكون نوصل لأفضل كفاءة ممكنة للمزارع نفسها وأفضل إنتاج. أفضل إنتاج. الله يوفق إن شاء الله. النوبي حنا نبغي نعرف بالنسبة لأصحاب المزارع اللي الحين يشوفون اللقاء إن شاء الله أو حتى بيشوفونه في الإعادة وحابينهم يلتحقون بهذا المشروع إن شاء الله تعالى وهذه المبادرة اللي هي مبادرة حصاد مبادرة اكتفاء عندكم في حصاد، وين يقدر يجي ولا يتواصل معه من بالضبط؟ مبادرة اكتفاء هو يستطيع أن يقدم عن طريق الموقع الإلكتروني لحصاد حصاد.com. وبيجد الموقع الفورمة في الموقع، فورمة بسيطة جدا تأخذ منك دقيقتين تشمل على المعلومات الأساسية. الفورمة هذه راح بعد ما يعبيها
نسوي لها إرسال راح توصل عندنا، ومن خلال اللجنة الداخلية ستستقبل الطلب راح تقيمها وستتم الرد عليه. بيكون في مطلوب خرائط، مطلوب مثلا مكان الأرض أو والله حن ما يثبت مكانها تقريبا أو نعم رخصة تجارية، راح يكون المعلومات الأساسية اسم الشخص والتواصل أرقام التواصل، هذا موجود في الموقع. نعم موجود. كذلك المساحة المستهدفة منها اللي يبغى ينتجها، ما نبغى المساحة كاملة حقت المزرعة، هو مثلا يبغى مساحة معينة من المزرعة، المساحة المعينة. نعم بس يعني هذه النقطة اللي سألت فيها في البداية النوبي، كم المساحة المطلوبة على الشخص اللي راح يقدم على اكتفاء أو على مشروع حصاد لسد النواقص الغذائية؟ هل هناك مساحة معينة مثلا 100 متر في 100 متر 200 متر في 200 متر اللي لابد أنها تكون متوفرة عند الشخص اللي راح يقدم الطلب؟ والله حنا عشان نستهدف أكبر شريحة ممكن، حنا حددنا الحد الأدنى تقريبا بخمسة هكتار. خمسة هكتار أتكلم عن 5000. خمسة هكتار 50000 متر مربع. 50000 متر مربع عفوا. 50000 متر مربع هي المعايير الزراعية يا بالهكتار يا نعم. عشان كذا حين هذه لهجتنا اللي نتكلم فيها. الله يوفقكم. والدونم أو بالدونم. فحن حطينا في يحط المساحة المعينة اللي هو حاطها. طبعاً اللجنة نفسها بعد استكمال الطلبات هي تقيم المساحات الموجودة، بعدين يتم التواصل مع الشخص، وفي كذلك زيارة ميدانية تحديد الأرض تربتها وملوحة المياه وكذلك عشان نحدد له بالضبط كم احتياجه. نعم كم احتياجه وإيش النواقص عنده في مزرعته وإيش الإنتاج اللي ممكن يطلع من المزرعة. يعني أنتوا تحددون نوعية الإنتاج مثلا أو تساهمون في تحديد نواقص السوق مثلا؟ يعني أنا بقدم لكم مزرعة لكن بالنسبة لتحديد الزراعة فيها أو أنواع الزراعة اللي راح أزرعها من خيار مثلا من طماط، أنتوا تساهمون في تحديد النسبة المعينة أو المطلوبة؟ شوف حن نحاول قد ما نقدر نحن ما نسوي كنترول على المزارع نفسه، بعض المزارعين هو يرغب حريته. لكن حن ننصحه في بعض الأنواع من الخضروات السوق محتاجها أكثر. نعم حن نحاول قد ما نقدر نحن ننصح المزارع بأنه يتوجه لنوعية الخضار هذه اللي تدعم الإنتاج المحلي واللي السوق يحتاجها أكثر من بعض أنواع الخضروات. نعم أخونا النوبي بن سالم المري، إحنا تقريبا وصلنا إلى الختام، لكن كلمة حاب أنك توجهها لأصحاب المزارع القطرية، كلمة أخيرة. بداية أنا أود أن أكد على دور حصاد ك المهم في القطاع الزراعي وأهميتها ورغبتها في تطوير القطاع الزراعي. كذلك أنا أتمنى من المزارعين أنهم يشاركون في هذه المبادرة، يطلعون على الخدمات المقدمة. أنا متأكد بإذن الله الخدمات هذه هي أصلاً الخدمات هذه هي من كلام الناس، فأنا أعتقد أو من حاجات الناس، فأنا أعتقد أن أي شخص يشارك راح يلاقي فائدة من المبادرة هذه. نعم إن شاء الله. وأنا الحقيقة رسالة شكر حقيقة لحصاد على هذا المشروع ودعم الاكتفاء أيضا الذاتي بالنسبة للأمن الغذائي ودعم أيضا السوق. نقول بيض الله وجيكم على هذا الدعم المستمر، وهذا الدعم أتى أيضا بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة. نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان في بلدنا العزيز والغالي قطر. ونقول بيض الله وجهك أبو سالم، ولكن أتوقع حمد قبل ما تختم بيك توقع على الجداريه. احنا نبغيك احنا ضيوف ترحيب، دائما يوقعون على لازم يوقعون على الجداريه اللي عندنا اللي هي جداريه تيون المجد. ونشكرك اخونا سالم النوبي بن سالم المري رئيس القطاع الزراعي بشركه حصاد الغذائي. بيض الله وجهك. الله يسلمك ويشرفنا. حياك تفضل. نبغى شعورك. حط القلب حمد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل افتتحت إدارة سوق واقف التابعة للمكتب الهندسي الخاص سوق الوكرة. انت رايح مع سوق واقف حمد دائما. سوق الوكرة نفس الشيء. طيب. سوق الوكرة نفس الشيء. كم من رقعة عقب. سوق الوكرة التابعة للمكتب الهندسي الخاص سوق الوكرة أمام العائلات. نعم، وسيكون الافتتاح بشكل تجريبي لمدة محدودة من أجل التأكيد من جاهزية الشاطئ والاحتياجات التي يجب توفيرها قبل الافتتاح الرسمي.
شاطئ جديد مفتوح ومجهز للعائلات أصبح في متناول سكان المنطقة الجنوبية، فقد أعلنت إدارة سوق الوكرة التابعة للمكتب الهندسي الخاص عن افتتاح شاطئ سوق الوكرة للعامة وبشكل مجاني، وسيكون الافتتاح تجريبيا لمدة محدودة بهدف التأكد من مدى جاهزية الشاطئ وتحديد الاحتياجات التي يجب توفيرها قبل الافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة. وتوفر إدارة السوق لرواد الشاطئ مختلف الوسائل التي تضمن لهم الاستمتاع بالسباحة في ظروف آمنة، حيث يتم توزيع سترات النجاة مجاناً وتوفير منقذين على طول الشاطئ، إضافة إلى العديد من التجهيزات التي سيتم توفيرها خلال الافتتاح الرسمي للشاطئ. رحب فيكم في سوق الوكرة افتتاح البحر. طبعاً الحمد لله تم افتتاح اليوم من الساعة 10 صباحاً إلى وقت الغروب حيكون اليوم، وعادة طبعاً البحر حيكون فقط للعوائل دون العزاب ودون جسمه، وممنوع فيه الشيش والدخان والشوي، هذا حيكون فيه ممنوع. وفي طبعاً كشك موجود عندنا هنا اللي هو يقدم سترات النجاة، وطبعاً فيه منقذين موجودين موزعين على الشاطئ، والحمد لله الأمور كلها زينة. طبعاً هذا قام فيه المكتب الهندسي، والحمد لله إن شاء الله إنه يكون قد تطلعات الناس اللي بتيجي هنا إنه يعجبهم إن شاء الله. يذكر أن شاطئ سوق الوكرة سيشكل إضافة كبيرة للمنشآت السياحية في المنطقة الجنوبية، نظراً لتوفره على العديد من المقومات التي تجعله أحد أجمل الشواطئ في المنطقة، حيث تطل عليه مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، كما يتوفر على مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدمها إدارة السوق. نعم، شاطئ الوكرة راح يكون أيضا دعم للسياحة بالإضافة إلى المواقع الأخرى، فنشكر جميع القائمين على شاطئ الوكرة. نعم. في موضوع آخر عندك تعليق حمد؟ أبدا، بس نذكر المشاهدين الشاطئ خاص للعائلات فقط. نعم، خاص حضورهم. فعلا مثل ما قال حمد. وننتقل معكم إلى موضوع آخر وشراكة أخرى بين بوابة حكومي ومركز التكنولوجيا المساعدة. مدى تم تدشين بوابة حكومي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تقديم مختلف الخدمات والمزايا الخاصة بذوي الإعاقة في منصة واحدة وبكل يسر وبطريقة قابلة للنفاذ؟ نعم، للمزيد حول البوابة وأهدافها والخدمات التي تقدمها معنا في الاستديو السيد سالم الدعية المري مدير العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، والسيد محمد الفهيدة مسؤول الاتصال والتسويق في مركز مدى. يا مرحبا ومسهلا بكم جميع. تبغون نبدا معك يا سالم ولا مع محمد؟ والله اول شيء الله يرحبكم. وش رايك انا اختار ابدا محمد؟ انا اكبرهم سنا. اكبرهم سنا، خلاص. اول شيء ارحب بمحمد، وبعد ارحب سالم بحضوركم معنا في قناه الريان وكذلك في برنامج ترحيب، ونشكركم ايضا على هذه المبادره وهذه الشراكه اللي اتوقع انها خدمه يعني تقدم لذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه. لكن سالم راح ابدا معك، كيف جاءت هذه الفكره، فكره البوابه؟ فكره البوابه جاءت يعني تعتبر البوابة حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة، نعم، وبين المؤسسات اللي في الدولة ومن قبلها عائلاتهم. يعني كيف يتواصلون ذوي الإعاقة عن طريق البوابة أو عن طريق أي برنامج إنه يكون يعني لهم مجال فيه، نعم، مع الجهات الأخرى. حلو، جميل. فمدى يعني يسهل عملية ربط بينهم وبين المواقع وبين الجهات الاخرى. حلو، نعم. اللي احنا نقدر عليها مثلا هم يقدرون عليها مثلا، صحيح، فنسهلها لهم بطريقه برامج او دراسات تكون سهله. اي نعم، سهله النفاذ لهم. كيف جاتكم هذه الفكره يا سالم؟ الفكره جاءت انطلاقه من 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 ايمان دوله قطر بحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه، وباهميه هذه الشريحه، نعم، ان ما يكون فيه شيء عليهم مثلا صعب، يعني ما يحسونهم بحاجه الى شخص يسهل لهم المعامله او شيء، هم بنفسهم يقدرون يدخلون ويستخدمون اي شيء يحتاجونه او يستفسرون عن اي شيء
يرغبون فيه. يعني هم جزء أساسي من المجتمع القطري. طبعًا. مثل ما قال حمد هم جزء أساسي من المجتمع القطري، والحقيقة هناك توجه كبير الحقيقة لهذه الشريحة ودعم متواصل لها، فنشكر الجميع الذي يساهم دائما وأبدا في دعم ذوي الإعاقة. محمد، أنا قبل ما ندخل معك أيضا في تفاصيل هذه البوابة، من وجهة نظرك وش رأيك في الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم مرة ثانية على الاستضافة. واجبنا. وأنا والله شاهدتي فيكم مجروحة صراحة. الله يطول عمرك. لا كمشاهد ولا ك يعني موظف في جهة معنية في الدولة. طبعا الفكرة كانت هي الأولى من نوعها، إذا ما قلنا في الخليج، إذا ما قلنا في الدوحة ممكن نقول حتى في الخليج، كون إن إحنا نسوي رابط واحد. نعم. هذا الرابط يجمع كل مراكز ذوي الإعاقة على اختلاف توجهاتها. حلو جميل. فالفكرة مبدئيا لقت ترحيب كبير من إطلاقها، وكان فيه فيديو ترويجي البوابة انتشر بشكل مذهل على الواتساب. نعم. نعم. وهذه بادرة خير نقول إن شاء الله. الحمد لله. طيب محمد، بالنسبة للمدة اللي استغرقت للعمل في على إعداد وتنفيذ وتجهيز البوابة. نعم. طبعا البوابة بدأ العمل على فكرة البوابة من بداية السنة. من تقريبا نقول شهر واحد. نعم. استغرقت طبعا مراحل كثيرة، ما بين جمع المعلومات والبيانات، ما بين صياغتها، ما بين ترتيبها. لأن الأصناف مختلفة. صحيح. يعني التعليم والصحة والترفيه والمجتمع وكذا، فتقريبا إلى أن وصلت بالشكل اللي هي عليه، طبعا مع مراعاة أنها تكون قابلة للنفاذ. يعني إيش قابلة للنفاذ؟ يعني أي شخص أيا كان طريقة استخدام الإنترنت يستطيع أنه يوصل المعلومات اللي فيها بكل سهولة. نعم. حلو، هذا أهم شيء. جميل. طيب سالم، ما هي أنواع الإعاقات اللي تستهدفها البوابة؟ البوابة تستهدف جميع أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والحركية. يعني هي البوابة يعني تم تفعيلها أو إنشاءها وتدشينها بعد ما تم فحصها من جميع أنواع الإعاقات في الدولة. نعم. حلو. يعني الله يجزاكم خير. طيب بالنسبة ل يعني ممكن يستفيد منها في إيش بالضبط؟ تحدد لنا، غير الأمور الحكومية ممكن يستفيد منها حتى في إيش؟ يعني أول شيء يستفيد منها في أي شيء من ناحية التواصل بينه وبين أي حد يحتاجه مثلاً. التواصل عبر إيش؟ عبر التكنولوجيا نفسها. إيه نعم، التكنولوجيا. مثلاً الكمبيوتر، الايباد، الايفون. طيب خلينا نتكلم مثلا على حاله محمد البصر، شلون يتم استخدامها؟ محمد طبعا فيه برامج وفيه قارئ، لان لما يدخل هو على البوابه هذه في قارئ مع محمد يعلم الخطوات خطوه بخطوه. حلو، هذه النقطه اللي احنا نتكلم عنها. ومحمد ما شاء الله عليه يمكن من افضل الاشخاص اللي هو اصلا نفسه سوى فحص على هذه البوابه. هو اللي اشرف على البوابه. طبعا اذا تسمحوا لي الربع بس توضيح بسيط. تفضل. ايش فكره يمكن عشان بس نقرب الصوره؟ فكره البوابه هي عباره عن ايش؟ فكره البوابه طبعا تنقسم الى عده اقسام. تمام. حلو. يعني طبعا معروف موقع حكومي موقع لانجاز المعاملات الالكترونيه. نعم. اللي ما يعرف الموقع، مجرد دخولك على الموقع، دخولك على هذه البوابه، تجيك تجمع كل المراكز الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه. نعم. ان كان مثلا التعليم، يعني البوابة ما تستهدف ذوي الإعاقة بقدر ما تستهدف أسرهم. نعم. يعني مثلا شخص عنده ولد أو حد يصير له من ذوي الإعاقة وحاب يستفسر عن موضوع الخدمات التعليمية. نعم. عن طريق خدمات الضمان الاجتماعي. نعم. عن طريق خدمات الصحية. نعم. الدولة تقدم خدمات كثيرة وكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى يومك هذا في ناس ما يعرفون هذه الخدمات. حنا سوينا هذه البوابة بالتعاون طبعا مع موقع حكومي اللي ما قصروا، عشان نحط كل هذه المراكز والخدمات تحت سقف واحد مثل ما يقولون. نعم. محمد، بس انا ابي اعقب على نقطه انك تقول في ناس ما يعرفون هذه الخدمات، السبب؟ مع اني انا اشوف ان الاعلام ما قصر في هذا الدعم، واللقاءات دائما متواصله، ويعني كل ما يقدم لذوي الاعاقه دائما ما يكون هناك لقاء تفصيلي لهذه الخدمات التي تقدم. نعم. السبب الله يسلمك ان الى الان، نكون صريحين، الى الان توجد حاله من عدم الوعي او عدم يعني ادراك اهميه الموضوع. احنا في مركز مدى التكنولوجيا المساعده، تحديدا قسم العلاقات والشراكات، هذا دورنا يعني ان احنا نكون حلقه وصل ما بين هذه المراكز والمجتمع. يعني احنا جمعنا المراكز على اختلاف توجهاتها، بعض المراكز
شبه حكومية، بعضها مراكز حكومية، بعضها مراكز، فحنا نجمعها ونقدم بعض النصائح والنشورات والفيديوهات الترويجية بحيث أن نحاول قد ما نقدر أن نوصل المستفيد بمقدم الخدمة مباشرة، ما يكون في احتكار للخدمة. كذلك تصل يعني إلى 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 دورات تدريبية وورش عمل ويشرف عليها أخصائيين من عندنا. ترسلون لهم ولا هم يجون عندكم مثلا؟ هم يجون عندنا مثلا؟ لا، أنتم تسوون إعلانات لهم. إيه، نسوي إعلانات ونسوي. لأن يعني يمكن الجانب اللي يتكلم عنه محمد مهم شوي، إنه هناك قلة وعي في يعني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة بتواصلهم مع المجتمع. طيب هو الموضوع أو من ناحية الخدمات اللي تقدم لذوي الإعاقة، فأنا سألته عن السبب ليش. صحيح، هو طبعا هو نفس ما قال محمد، يمكن فيه جزئية بسيطة يعني ما تدرك إن في خدمات تقدم لذوي الإعاقة، أو إن ذوي الإعاقة مثلا يعني محصورين بشيء معين، مثلا إن مثلا كرسي متحرك أو يعني سماعة إذن للي ما يسمع أو شيء كذا، لكن في 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 الجانب اللي قدمه مدى يقدم أشياء أكثر من كذا. أول شيء يقدم، أول شيء في برامج كبيرة جدا ومدروسة للآيباد أو الهاتف المحمول، إنه بإمكانه أن يستخدم التليفون بدون مساعدة أي حد. في نفس الوقت إنه هو بإمكانه أصلا، هو قادر على العمل، يعني مجرد ما يهيئ شيء له يعني بإمكانه يعني عن طريق الدورات هذه إنه يعني توصل لحلول كثيرة، يعني تخدمه وتخدم غيره يعني. حلو، بس لكن حمد نقول إنه يمكن يكون العائق في الموضوع هذا يا سالم، او انه من ولي الامر. لا تدري يا سالم، يفترض انه هو اللي يتواصل، ولا نتوقع ان الدوله انها ما قصرت بهذه الخدمات. لا. حتى وزاره الداخليه أبدا. هناك رقم مخصص لذوي الاعاقه يقدر يتصل في اي وقت يشرح مشكلته. نعم، تدري يا سالم انهم ذوي الاعاقه عندهم اجهزه اكثر، او هم ملمين بالاجهزه اكثر من احنا اللي ما عندنا اعاقه، ومحمد ممكن يكون شاهد على هذا الشيء. تعينهم ملمين بالاجهزه هذه وبالادوات اكثر منه. هو ملم بالاجهزه بس محمد يقول احنا انهم عندهم قلة وعي في معرفة الخدمات الخدمة اللي تقدم لهم. إيه، اللي هي حكومي، يقصد خدمة حكومي، لك ولا كمعرفة بالأجهزة. لا ترى هم، اللهم لك الحمد والشكر، حتى أذكر محمد أبو شريدة، محمد كان زميلنا، عنده التليفون. نعم، كان عنده التليفون، لكن من أسرع الاتصالات هو اللي يسويها ويطلع الأسماء ويتصل. محمد يتصل لك، يرسل لك إيميل، ما شاء الله. يرد عليك. عشان نعم، بس ما يصير يعني خلط في الموضوع، في لما نقول عدم الوعي، مش عدم الوعي بال نعم، بالتكنولوجيا. لا، احنا نتكلم بالخدمات. الخدمات نفسها. نعم، احنا كمركز مدى، مركز التكنولوجيا المساعده، دورنا من ناحيه الخدمات هو دور تكنولوجي بحت. يعني خدمه بوابه حكومي، هي بوابه الكترونيه. البرامج اللي نقدمها، نقدم احنا نزود الاشخاص بالبرامج الناطقه بالاجهزه مختلف احتياجاتهم بشكل مجاني. نعم، فاحنا نعم نقول يعني ما تقدر تقارن اليوم بخمس سنين ورا، أكيد الوعي زاد. نعم، لكن أكيد. إلى الآن حنا لازم نشتغل أكثر أكثر أكثر، لأن لو قلنا اليوم خلاص الناس واعيين والناس عارفين، معناها خلاص كل الإعلام خلاص ما عاد صار فيه لازمة لأي حملات توعوية. صحيح، فعلا محمد حنا بعد نوافقك الرأي الحقيقة، وضم صوتي لصوتك، ولكن أرجع أقولنا ولي الأمر أيضا له مسؤولية في هذا الجانب. هناك خدمات مقدمة لذوي الإعاقة سواء كان عن طريق المواقع الإلكترونية أو حتى في المؤسسات الحكومية، وكذلك هذه اللقاءات التي دائما ما تكون في وسائل الإعلام لخدمة هذه الشريحة. فنتمنى دائما وأبدا التوفيق لهم والسداد لكل من يساهم أيضا في المساهمة مع ذوي الإعاقة. طبعا إحنا وصلنا لختام هذه الفقرة، الشكر للسيد سالم المري، مدير العلاقات والشركات في مركز التكنولوجيا المساعدة، بيض الله وجهك يا أبو حمد، وكذلك الشكر موصول للسيد محمد الفهيدة، مسؤول اتصال وتسويق في مركز مدى. ولكن بعد الشكر هناك جدارية المجد، جدارية العز والكرامة، جدارية الثبات، نأخذ توقيعكم عليها إذا سمحتم. بإذن الله إن شاء الله. حياكم الله، تفضلوا سالم محمد. معي حياكم. شوف طبعا انت تبي تكتب وسالم موجود يكتب لك، تفضل تعال هنا سالم. ايش اللي بخاطرك يا ابو شفيق؟ معليش، بانتظار توقيع الضيوف على الجداريه. نتوقف مشاهدينا الكرام مع هذه الندوه النقاشيه بعنوان الاخلاقيات الاعلاميه في الممارسات المهنيه، والتي استضافها مركز الابحاث في جامعه قطر. نتابع هذا التقرير. نا
نظمت جامعة قطر بالتعاون مع مبادرة عدسة شبابية التابعة لمركز قطر التطوعي ندوة نقاشية بعنوان الأخلاقيات الإعلامية في الممارسة المهنية، وذلك في مركز الأبحاث في جامعة قطر، حضرها العديد من الشخصيات الإعلامية. تحدثنا خلال هذه الندوة عن موقف دولة قطر من الأزمة بشكل عام، الموقف الإعلامي والأخلاق التي تمتع فيها الإعلاميين القطريين في مواجهة هذه الفبركات والانتهاكات والإساءات لدولة قطر قيادة وشعب. ثم تناقشنا الأنواع الإعلام المفبرك والفكرة العامة لكيفية التصدي للمحاولات الإساءة لدولة قطر، أكان في الإعلام الرسمي أو في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الندوة حرصت على ترسيخ القيمة الأخلاقية في قطاع يعتبر هو القطاع الأهم خاصة في هذه الأزمة. هذه الأزمة بدأت أو اختلقت إعلامياً، وتم تجيش الإعلام غير المسؤول في كرأس حربة في هذا الهجوم غير المبرر على دولتنا الحبيبة. هذه الأخلاقيات كان يحق لها أن تقام لها مثل هذه الندوة وهذه الندوات، ولا يكفينا ويكفينا شرفاً هذا التقدير والشكر من سيدي سمو الأمير في خطابه بالأمس الذي شدد على هذه الأخلاقيات وهذه النقطة التي كانت العامل المثبط لكل ما استهدف الداخل القطري. تخللت الندوة أوبريت قدمه أطفال مبادرة المتطوع الصغير التابعة لمركز قطر التطوعي بعنوان حب الوطن، وكذلك فقرة المخرج التي تم من خلالها عرض فيديو معبر بعنوان الجرح. الإعلام هو الأدب، هو الأخلاق، هو صوت الشعوب. وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا في الفيسبوك، تويتر، وإنستغرام. ولا تنسون تصورون السناب شات وترشون لكم. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله. مع السلامة.